السيدات والسادة الحضور والمشاهدين عبر محطة تيلي لوميير والنورسات، أهلا وسهلا بكم من منبر الكلمة من مجلس كنائس الشرق الأوسط. نبدأ احتفالنا اليوم بالنشيد الوطني اللبناني، يليه صلاة مباركة منبر الكلمة مع الأب الدكتور أنطوان الأحمر، من ثم ريبورتاج موثق عن منبر الكلمة. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. نحن كل عمل منقوم فيه منبديه بالصلاة، نطلب النعمة من ربنا، نطلب منه يبارك خطباتنا وخاصة ينورنا لحتى نكون عم نتمم مشيئته. بكيف بالأحرى اليوم من مجلس كنائس الشرق الأوسط بمناسبة افتتاح مركز بده يعلن الكلمة، كلمة الكلمة المتجسد، بدي ينشر هالكلمة. مشان هيك نحن بنبدأ بالصلاة من كل قلبنا، بنصلي على نية المجلس، على نية تيلي لوميير، كل وسائل الإعلام، كل العاملين والساعين إلى نشر الكلمة، كلمة السلام. بنصلي نطلب من ربنا البركة والسلام لكل كنائسنا، لكل منطقتنا. ربنا أحد الأيام لما أرسل تلاميذه قال لهم الحصاد كثير والعمل قليلون. نحن اليوم نقول له ربي الحصاد كثير، دائما كثير، لكن نعتبرنا نحن عمل مستعدون. بارك خطوتنا لحتى بالفعل ننشر الكلمة، كلمة الفرح، كلمة السلام، كلمة المصالحة. كلنا سوا من كل قلبنا منقول صلاة الربية يلي أجمل صلاة علمنا إياها. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطي إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد، آمين. هو الذي في البدء كان واستحال جسدا وحل بيننا وكتب لنا سفر المحبة. هو الذي أحب أعداءه وبارك لاعنيه، وبالصمت المدوي دافع عن نفسه، شكر جلاديه وغفر لهم. هو الذي دمه سال وروى ثرى الجبل المقدس، وبه بدأ العهد الجديد، فرسم للإنسانية طريق الخلاص من إثمها وريائها. هو الكلمة، على اسمه القدوس نعمل وبقدوته ننهج، مخبرين الإنسانية قصة الانعتاق. تيمنا به أطلقنا اسما على هذا المكان، وعبره ننشر كلمة المحبة، كلمة الخلاص، كلمة التضامن. منبر الكلمة أسمينا هذا المقام، منبر يصدح بأنشودة تجسد وقيامة غيرت مسار بني البشر، منبر نبشر عبره العالم بكلمة الكلمة فنجعلها تعم المعمورة، حاملة رسالة خلاص للإنسان، حاملة فرح التحرر من العبودية، من عبودية الأنا والكراهية والتمييز والاستغلال، قائلة للإنسان أن لا سلطة لك على أخيك إلا بالحق، ولا تعامل بينك وبينه إلا بالمحبة، وكل ما عدا ذلك هو من الجحيم. بالمحبة تكون منبر الكلمة، وبالإيمان تعمد، بسعي حثيث من مؤمنين ومحبين ورؤيويين تحقق،
أناس متسلحين بعزيمة إيمانية ماضية وإرادة صلبة لا تلين ولا تنكفئ أمام الصعاب، شبكوا أيديهم ومضوا في رحلة تاريخية مجددين عهد البيعة. أهدافهم واضحة نصب أعينهم، هم يعرفون ماذا يريدون، فقد رسم لهم الكلمة الطريق بتجسده وصلبه وأضاءها لهم بقيامته. هم أكثر من اثنين مجتمعين باسمه، هم كثر كثر وهو بينهم، يلهمهم سواء السبيل ظنا بالبشرية المضللة الضائعة. التوقيت حيوي في عمر الإنسانية، والزمن الآن لا يرحم، فالصراع بين الخير والشر محتدم ولا يحسمه إلا الكلمة. كلمة صوتها أعلى من دوي الحروب، ووقعها أقوى من ضجيج الحياة اليومية الذي يصم الأذان. كلمة تحسم النفاق، تخجل الأطماع. كلمة تحمل رسالة السيد المتجسد، تعاليمه وقيمه. كلمة ترسم معالم الزمن الآتي، لذلك هو منبر للكلمة. للإعلام آثار إيجابية عديدة جعلته من أساسيات المجتمع الحديث، وهو من أبرز الوسائل المستخدمة لنشر حقوق الإنسان وقيم الإيمان في المجتمع. ولكي يقوم الإعلام المسيحي المشرقي بدوره، لابد له من بناء الشراكات مع محيطه لكي يكون مؤثراً إيجابياً في الرأي العام واتجاهاته. فالكلمة أمانة ومسؤولية. يتميز هذا اليوم بخطوة جريئة قام بها مجلس كنائس الشرق الأوسط بالتعاون مع إدارة نورسات والتيلي لوميير بافتتاح مقام إعلامي بعنوان منبر الكلمة. ومن على هذا المنبر سوف يسعى المجلس إلى إعلان موقفه من التغيرات التي تطال المجتمع في الشرق الأوسط والتي تمس بقيمنا وبوحدتنا المجتمعية. فكل الشكر للذين تعبوا وسعوا للوصول إلى هذا الإنجاز، وأعني هنا السيدة ليا معماري مسؤولة منبر الكلمة ومنسقة العلاقات الكنسية والإعلامية في مجلس كنائس الشرق الأوسط، التي أسهمت بشكل كبير في نجاح هذا المشروع، مما يضعك يا ليا أمام تحديات ومسؤوليات للبدء بمسار هدفه نشر قيم الإيمان في المشرق. تفضلي ليا، المنبر لك. الله معكم. حضرة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفيسور ميشيل عبس، أيقونة الإعلام في الشرق الأوسط، الزميلة والأخت مديرة البرامج في محطة تيلي لوميير نورسات الدكتور ماري تيريز كريدي المحترمة، الزملاء والزميلات في المجلس المحترمين، كذلك اسمحوا لي مشاهدينا أن أتوجه بالشكر لعريفة الاحتفال البروفيسور لور أبي خليل، يلي هي منسقة مشروع رأس المال والتماسك الاجتماعي في مجلس كنائس الشرق الأوسط. يسعدنا أن نحتفل معكم اليوم بالسنة 50 لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط، وبالرسالة الجديدة للأمين العام البروفيسور ميشيل عبس بذكرى تكليفه لولاية ثانية، وأيضا بأن أصبح مجلس كنائس الشرق الأوسط عضوا في الأكت أليانس، وبافتتاح مركز الإنتاج الإعلامي منبر الكلمة بالتعاون مع محطة تيلي لوميير نورسات العائلة الثانية بالنسبة إلي، والتي وضعت كل إمكاناتها التقنية أمام المجلس لتنقل كلمة الله وتعليمها ونقل الثقافة المسيحية الروحية واللاهوتية والإنسانية والاجتماعية والفكرية والحوارية إلى مختلف بلدان الأرض. فنشكر الله على هذه النعمة الموهوبة التي ستساعدنا على أداء رسالتنا باندفاع وإيمان ورجاء كبيرين. نعم، منبر الكلمة مجهز اليوم في مجلس كنائس الشرق الأوسط بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة التي سنستعملها حصراً في بناء الإنسان وخير البشرية، وفقاً لوصايا المحبة التي حملنا إياها الله، والقادرة على هدم كل الكراهية والعنف والحروب والأزمات. سيبث مجلس كنائس الشرق الأوسط منذ مطلع الأسبوع المقبل ومن هذا المنبر تحديداً باقة من البرامج الحوارية
الإنسانية، الكنسية، الاجتماعية والثقافية، ونشرات الأخبار الكنسية، وإضاءة على نشاطات المجلس ومشاريعه، وغير ذلك من البرامج الإعلامية التي ستبث على محطة تل لوميار نورسات ومختلف الوسائل الإعلام المسيحية الشريكة معنا في الشبكة الإعلامية المسيحية المسكونية. أكتفي بكل هذه الكلمات لأقول للعالم أجمع متمسكة بالآية الإنجيلية التي تقول تعالى وانظر، هذه هي تل لوميار نورسات وهذا هو مجلس كنائس الشرق الأوسط. واسمحوا لي مشاهدينا اقتبس بعض الكلمات من كلمات رئيس مجلس إدارة نورسات ومدير عام تل لوميار أستاذ جاك كلاسي يلي قالن بإحدى الأعياد والمناسبات الخاصة بتأسيس محطة تل لوميار ونورسات: منبر الكلمة علامة لحضور الله مع الناس، منبر الكلمة حماية للشباب والأجيال يلي جاية، منبر الكلمة تذكرنا اليوم أنه حاملين أمانة من أجدادنا سفكوا دمهم ليحافظوا على قداسة الأرض، ونحن ما رح نتنازل عن هالأمانة، منحافظ عليها من خلال الكلمة. هيدي هي رسالة تل لوميار وهيدي هي رسالة مجلس كنائس الشرق الأوسط. ننتقل الآن إلى الدكتورة ماري تيريز كريدي، هي أستاذة في الجامعة اللبنانية وهي مديرة البرامج في تل لوميار والنورسات، الذي تعتبر الدكتورة أن الإنسان عبر العطاء والصبر يضاء له نور يساعده لتخطي الصعاب. تفضلي دكتورة، المنبر لك. شكرا. حضرة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بروفيسور ميشيل عبس المحترم، الأباء الأجلاء، أسرة المجلس، الحضور الكريم، مشاهدي تل لوميار نورسات، تحية وبعد. في غمرة ما يغمرنا من مآس ونكبات وما يرهق مجتمعنا ويرهن كياننا ومستقبل أجيالنا، كانت الكلمة وتستمر منذ البداية كانت والآن وكل أوان. والكلمة هذه التي تجسدت وتمجدت هي الأقوى والأبقى، لأنها من الله جاءت، فهي كلمته وصورته التي تماهت وابنها الوحيد وصارت معه جسدا وحلت بيننا. هذه الكلمة تحتاج إلينا أن نعيشها أولا، وأن نحملها تاليا، وأن نحارص على إيصالها أخيرا، بشرى سارة إلى العالم كله من مشارق الأرض ومغاربها. عظيمة هي رسالتنا هذه، نكمل فيها دعوة الرب لرسله، ونسهم عمليا في مشروعه الخلاصي المتواصل عبر الأجيال والتاريخ. هذه الدعوة هي التي كانت وراء انطلاقة تل لوميار ونورسات منذ ما يقارب العقود الأربعة، التي تلتها أيضا مجموعة نورسات بفضائياتها الست وما حملته من ثمار روحية تعيشها شعوبنا في كل مكان وزمان. إن هذه القاعدة التي انطلقت منها محطتنا تتقاعد وتتفاعل وتتكامل مع أسس هذا المجلس المبارك الذي كان ويبقى علامة منيرة في مسيرة هذا المشرق، بل الكنائس المشرقية ومؤمنيها أينما يتواجدون. ولأن قامة المسيح تظلل مسيرة المجلس والتلفزيون، ولأن تعاليمه تشكل لكل منا خريطة طريق، ولسيما على مستوى المسكونية والعمل على الوحدة والانفتاح على الآخر، كان من الطبيعي أن نتلاقى وأن نترجم التلاقي بأعمال مشتركة ملموسة كما هذا المنبر الذي ندشنه اليوم. إن مجموعة تل لوميار نورسات التي أتشرف بتمثيلها هنا الآن لسعيدة بهذا الإنجاز الإعلامي والكنسي الذي يرضي الرب والذي يخدم أهدافه السامية، وهي أهدافنا أيضا، ونحن على استعداد تام لمتابعة وتفعيل وتحقيق كل عمل مشترك يعكس نوره أمام الناس ليمجدوه، ونكون له معا شهودا في أورشليم والسامرة وحتى أقاصي الأرض. شكرا لأسرة مجلس كنائس الشرق الأوسط، شكرا للزميلة ليا معماري على جهودكم، شكر الكبير للدكتور البروفيسور ميشيل عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الساهر دوما
على تعزيز التعاون بين الكنائس. بارك الله جهودكم ونتطلع إلى مزيد من التعاون والنجاح في المستقبل. شكرا. ننتقل إلى السيدة كارولين حداد بكلمة من القلب تلقيها في هذه المناسبة. تفضلي. Distinguished guests, Middle East Council of Churches, Secretary General Professor Michel Abbes, dear colleagues. On August 30, 2024, the Executive Committee held a meeting and re-elected Professor Michel Abbes as the Secretary General of the Middle East Council of Churches for a second mandate. We as MECC team felt extreme confidence on our way to that meeting, and our hearts were thrilled with joy and happiness on the way back. The reason behind our confidence is your persistence and dedication, Dr. Abbes, that we witnessed while working with you. And yes, we could not hide our happiness back on that day, not only because we knew that Dr. Abbes is the right person at the right time and in the right place, but also because he's the only one who's capable of directing the achievements and accomplishments of hard work towards a clear and determined vision. Dr. Abbes, you not only built a new culture at MECC, but you also built a contagious place of meticulous work with passionate attitude towards exceeding our limits in every task we aim at achieving. Yes, this really became contagious. Dr. Abbes, we all know how humble you are, but please permit me to reveal my personal gratitude after 3 years of working at MECC. The compassionate way and empathy you treated each and every one of us established trust and built a positive work environment among us all. You encouraged decision making, and at the same time, you taught accountability through effective communication that was so obvious as you addressed the competences of each employee for better performance. You are a school to learn from, Dr. Abbes. Well, let me confess, to me, you are an encyclopedia of knowledge with generosity in delivering information. We are really proud to have you our leader, as we rest assured that MECC will always be in safe hands. Finally, I would like to end my talk by quoting your words of concern during these terrible circumstances, as you always say to us, أهم شيء سلامتكم يا زملاء. For the first time, let me express loudly on behalf of my colleagues that we really appreciate your support, and we always feel privileged that we are having the opportunity of working under your guidance. Thank you for leading us towards continuous success by being resilient in spite of these difficult times. Alf Mabrouk for the Al Kalima platform, the media production unit, asking the Lord to grant you, Dr. Abbes, the ability to embrace all the new challenges with your usual enthusiasm and devotion. Axios. حضرة الضيوف المحترمين، حضرة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بروفيسور دكتور ميشيل عبس، الزميلات والزملاء المحترمين، في 30 آب 2024 عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا وأعادت انتخاب لبروفيسور دكتور ميشيل عبس أمينا عاما لمجلس كنائس الشرق الأوسط لولاية ثانية. نحن كفريق عمل MECC شعرنا بثقة كبيرة في طريقنا إلى الاجتماع، وكانت قلوبنا مليئة بالسعادة والفرح في طريق عودتنا منه. السبب وراء ثقتنا هو مثابرتك وتفانيك دكتور عبس الذي شهدناه أثناء العمل معك. ونعم، لم نستطع إخفاء سعادتنا في طريق عودتنا ذلك اليوم، لأننا لم نكن فقط نعرف أنك الشخص المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب، بل أيضا الشخص الوحيد القادر على توجيه إنجازات العمل الجاد نحو رؤية واضحة وحازمة. دكتور عبس، لم تبني أنت ثقافة جديدة في MECC فحسب، بل بنيت أيضا مكانا محفزا للعمل الدقيق مع نزعة شغف تجاه تجاوز الحدود في كل مهمة نسعى لتحقيقها.
نعم لقد أصبح ذلك معديا حقا. نحن نعلم جميعا مدى تواضعك دكتور عبس، ولكن اسمح لي أن أعبر لك عن امتناني الشخصي بعد 3 سنوات من العمل في الام اي سي سي. الطريقة المحبة والتعاطف الذي عاملت بهما كل واحد منا أرست الثقة وبنت بيئة عمل إيجابية تضمنا جميعا. لقد شجعت اتخاذ القرارات، وفي الوقت نفسه علمتنا المساءلة من خلال التواصل الفعال الذي كان واضحا عندما تعاملت مع كفاءات كل شخص منا من أجل إداء أفضل. أنت مدرسة نتعلم منها، ودعني أعترف بالنسبة إلينا أنت موسوعة من المعرفة مع كرم في تقديم المعلومات. نحن فخورون حقا بوجودك قائدا لنا، ونحن مطمئنون إلى أن الام اي سي سي ستكون دائما في أيد أمينة. أخيرا أود أن أنهي حديثي باقتباس كلماتك المليئة بالاهتمام خلال هذه الظروف العصيبة. كما دائما تقول، أهم شيء سلامتكم يا زملاء. ولأول مرة اسمحوا لي أن أعبر بصوت مرتفع بالنيابة عن زملائي أن نقدر دعمك حقا، ونشعر دائما بالامتياز لأننا نحظى بفرصة العمل بموجب توجيهاتك. شكرا لك على قيادتنا نحو النجاح المستمر من خلال المرونة على الرغم من هذه الأوقات الصعبة. ألف مبروك للمنبر الكلمة، وحدة الإنتاج الإعلامي. سائلين الرب أن يمنحك دكتور عبس القدرة على احتضان كل التحديات الجديدة بحماسك وتفانيك المعتادين. أكسيوس مستحق دائما. نختم بكلمة أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط البروفيسور ميشيل عبس، الذي يعتبر أن الإعلام المسكوني هو فاعل أساسي لترسيخ وحدة المجتمع. فدور الإعلام المسكوني نشر القيم الإنسانية ونشر المحبة والأخوة في كل أنحاء المنطقة. فالأمين العام يصرح في معظم مداخلاته بهذا القول: إنك إذا كنت مسيحيا حقا فلا خيار لك سوى أن تكون مسكونيا. فهجسه هو بناء جيل يحفظ كرامة الإنسان، جيل يسعى إلى التغيير، يؤمن بالعدالة الإنسانية والحوار، ويتمسك بأرضه ويدافع عن حقوقه. تفضل دكتور، المنبر لك. الزملاء الكرام الحاضرين ها هنا، قدس الأب أنطوان الأحمر مدير دائرة اللاهوت في مجلس كنائس الشرق الأوسط، الدكتورة البروفيسور ماري تيريز كريدي مديرة البرامج في تيلي لوميير ومندوبة المحطة والمؤسسة في هذا الاحتفال، السيدة مرزلة عبود مندوبة كلية لاهوت للشرق الأدنى حيث كان سوف يكون في الأساس هذه الوحدة متمركزة هناك، وقد وضعناها هنا لأسباب تقنية آنية ومرحلية. طبعا الحضور الكريم، المستمعين إلينا عبر المحطات وعبر مراكز التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم. شكرا لكلماتكم الطيبة جميعا، شكرا كارولين على الكلمات هيدي. طبعا يعني الأمر يذهب في الاتجاهين بقدر ما هناك ثقة من جهتكم نحو ومحبة. أنتم تعلمون دوما أنني أتعامل معكم بنفس المنطق ونفس المحبة، وأني معني وضنين بسلامتي وكرامتي وأمني وحياة ومستقبل أي شخص يتعامل معنا. نحن نخدم المجتمع ككل، فمن باب أولى أن نبدأ بخدمة من يقومون بالخدمة العامة. كلمة عنوانها الكلمة صار حقا جسدا. نلتقي اليوم لقاء أول في منبر الكلمة، زملاء وشركاء في العمل المسكوني، من أجل أن نحتفل بافتتاح المنبر، المشروع الذي جهزته مؤسسة نورسات لمجلس كنائس الشرق الأوسط من أجل دفع الإعلام المسكوني في الشرق الأوسط والعالم قدما. لقد كانت ساعة مباركة حين قررت تيلي لوميير وبسعي دؤوب من إعلامية مسكونية مناضلة، زميلتنا في المجلس وعريقة في تيلي لوميير، يعني عم بحكي عن ليا طبعا، تزويد المؤسسة الأعرق في العمل المسكوني في المنطقة بوسائل نشر الرسالة الخلاصية
بشكل حديث متطور. تأتي هذه المبادرة في السنة 50 لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عام 1974، وفي السنة 95 لتأسيس المجلس المسيحي للشرق الأدنى لأسس وقت الإنجيليين عام 1929، اللي هو النواة الأساسية لمجلسنا. ولكن هذه المبادرة إضافة إلى العمل على تحقيقها من قبل المعنيين لم تأتي من فراغ، إذ بين نورسات ومجلس كنائس الشرق الأوسط عروة وثقة بحكم التفاعل لعقود، كما بفعل الهدف الواحد العمل المسيحي المشترك أي المسكوني. قد يسأل المراقب البصير لعمل هاتين المؤسستين نفسه، لماذا ليست هاتين المؤسستين مؤسسة واحدة؟ ليس فقط بفعل الأهداف، بل أيضا بفعل التجانس في المقاربة والمنهج. في هذا المنبر أصبحت المؤسستان مؤسسة واحدة في العمل على رفع السراج عاليا في قبة السماء لكي يضيء السبيل لبني البشر. لقد قامت الرسالة المسيحية منذ بداياتها على التواصل عبر الوسائط التي كانت متاحة آنذاك، وتاج هذا التواصل كانت موعظة السيد على الجبل، حيث تحدى كل الأعراف والمفاهيم العتيقة البالية التي كانت سائدة في تلك الحقبة، واستبدلها بتعاليم العهد الجديد الذي رسم مسارات الحضارة الإنسانية القائمة على المحبة، تلك التي لا تسقط أبدا، وتلك التي بعد 2000 ونيف لم يجد الجنس البشري لها بديلا. لقد رافق التواصل كل أعمال الرسل، حيث أن المتجسد قد أشار لهم أن اذهبوا وبشروا جميع الأمم وعمدوهم باسم الثالوث الأقدس. إضافة إلى عمل الكرازة، فأن الليتورجيا المسيحية والنظام القداس الإلهي وكافة الصلوات يرتكزون على تقنيات متقدمة في التواصل، والباحث في هذا المجال يوقن ماذا أقصد في قولي هذا. لقد سبق القداس الإلهي والصلوات على تنوعها والليتورجيا كل علوم التواصل وديناميات الجماعة وعلم النفس الاجتماعي، وأدوا دورا أساسيا في شد أزر الجماعة المؤمنة وتوحيد روحيتها ونظرتها إلى الحياة والكون والفن. ليس صدفة أن تبقى كل هذه الإبداعات الروحية على رونقها وألقها وجماليتها الإلهية بعد 2000 من الاضطهاد والفتك والتشرد. لن ندخل في هذه العجالة في دراسة عن حضور مفاهيم التواصل في الكتاب المقدس، فهي لا عد لها ولا حصر، والذي يقرأ الإنجيل وأعمال الرسل من هذه الزاوية لابد أن يصل إلى نتائج مذهلة. إن مجلس كنائس الشرق الأوسط يعي كل ذلك، وقد كتبت مقالات كثيرة في منشوراته حول هذه المواضيع، وكان السباق في إنشاء دائرة للتواصل والإعلام، فقد كانت هذه الدائرة المتخصصة إحدى أكبر دوائره منذ تأسيسه، كما شهدنا حينها وكما هو وارد في إنتاجه ومحفوظاته. إضافة إلى ذلك، كانت دائرة الإنتاج السمعي البصري خلال الثمانينات وحتى بدايات القرن اللي متمركزة كانت بالنست من أنشط دوائر المجلس وأكثرها حرفية، وضمت إعلاميين رفيعين من المنطقة، وقد أنتجت كميات هائلة من المواد التي نحن بصدد تجميعها وحفظ جزء منها عبر نورسات التي وضعت بتصرفها أيضا. لقد كان مركز الإنتاج السمعي البصري في المجلس الذي كانت تستضيفه آنذاك كلية اللاهوت للشرق الأدنى، كما سوف تستضيف المرحلة التالية من مشروع المنبر، من أفضل المراكز في لبنان تجهيزا، ولكن الأزمات التي مر بها المجلس قد أجهزت عليه، ولم يبق منه إلا أطلال مواد نحن بصدد المحافظة عليها مع نورسات، وننوي جعلها متاحة للمعنيين بتاريخ ونشاط الحركة المسكونية في الشرق الأوسط. اليوم وبعد عقدين من الزمن تقريبا يعود المجلس إلى خوض غمار الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، وبدعم من شريك تاريخي نورسات الذي شكل هو نفسه نقلة نوعية في مجال الإعلام المسيحي بحلته المسكونية في الشرق الأوسط، نورسات تيلي لوميير
الضرورية الوجود شامة على جبين المسيحية المشرقية والعربية عامة، وقد كانت ساعة مباركة حين تأسست، وأننا تعتبر استمرارها ضرورة إنسانية اجتماعية بقدر ما هي ضرورة مسيحية. عبر الوثائق التي ننوي إنتاجها والتي نقوم ببرمجتها من ضمن مخطط توجيهي عام لعمل منبر الكلمة، سوف نحاكي من منطلق مسيحي مسكوني كل الظواهر التي تهم إنسان العصر الحديث الذي تتقاذفه موجات الإعلام المضلل المضلل والتي تحرفه عن المسار السوي لشؤون الحياة. لن نترك بابا إلا وسنطرقه، هادفين نشر الوعي في عصر المعرفة. لذلك نعتبر أن اليوم 27 نوفمبر 2024 هو يوم تاريخي ومفصلي في الإعلام المسكوني في بعديه الديني الليتورجي والاجتماعي الخدماتي. سوف يتحول المجلس تدريجيا إلى حالة إعلامية ترافق الأنشطة العملية الميدانية. إضافة إلى هذه المناسبة المميزة في تاريخ المجلس والحركة المسكونية، تأتي أيضا مناسبات متزامنة تشكل وزنات جديدة تضاف إلى الوزنة الكبرى المتمثلة بمنبر الكلمة. هذه المناسبات هي أولا إعادة انتخاب الأمين العام لأربع سنوات مستقبلية، وهذا القرار هو بمثابة تجديد للثقة بالأمين العام والفريق العامل معه وبرامجه ومنهجياته في العمل. وثانيا انتخاب مدير دائرة الدياكونية والخدمة الاجتماعية في المجلس عضوا في إدارة مجلس إدارة مؤسسة ACT Alliance، أرفع مؤسسة تنموية مسكونية في العالم. وثالثا حصول المديرة المالية في المجلس على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة فرنسا، وقد تمحورت أطروحتها حول التنمية الإدارية في مجلس كنائس الشرق الأوسط. السنة 50 للمجلس سنة مباركة مزدحمة بالأنشطة والمناسبات. توجه إنشاء منبر الكلمة حيث سوف تستحيل الكلمة جسدا بشكل يومي بجهود الفريق العامل، طارحة التحديات على الشر والخطيئة، منبهة الناس إلى مكائد من يسكن الجحيم قلوبهم، ناشرة الوعي قدر المستطاع في محاولة لتحصين الناس الناشئة خصوصا. في نهاية كلمتي لابد لي أن أشكر اللجنة التنفيذية للمجلس وعلى رأسها رؤساؤه الأربعة للثقة التي يولون إياها، كما لابد لي أن أشكر زملائي في المجلس شركائي في تجديد الثقة بأمانة العامة في بيروت والسبتية والجنوب وعكار، كما في دمشق ودرعا وحلب وعمان والقدس والناصرة وغزة، لكل الجهود التي يبذلونها من أجل خدمة الإنسان باسم السيد المتجسد برا بوصاياه. ولكن لا يمكنني أن أختم كلمتي في هذه اللحظة التاريخية دون أن أشكر الجندي المجهول، أحد عساكر السماء، هذا العامل في الخفاء حامل الهواجس الذي رأيت فيه الوعد عندما التقيته ولم يمضي على ارتدائه ثوب الزهد أسابيع، ذلك الذي يتكلم بصمت ويحضر بخفر، صاحب الرؤية الثاقبة الأخ نور الحبيب، الذي لولاه لما أبصر منبر الكلمة النور ولما حفظ جزء أساسي من تراث المجلس. تحية محبة لك أيها الأخ الحبيب نور، سلام المسيح كما نقولها لبعضنا البعض، نحن على العهد كما توافقنا. وأختم كلمتي متوجها إلى الرب اللحوم قائلا: يا روح الحق الحاضر في كل مكان، يا خالق كل ما يرى وما لا يرى، ألهمنا وأهلنا أن نبر بإرادتك ووصاياك وأن نخدم الذين تجسدت لأجلهم، لعلنا أن نساهم باسمك أن تكون لبني الإنسان حياة أفضل. آمين. نشكر الحضور والمشاهدين الذين تابعونا عبر تيلي لوميير ونورسات، والشكر الموصوف للفريق الإعلامي الذي نقل هذا الاحتفال عبر شاشة نورسات وتيلي لوميير. وندعوكم في جولة على منبر الكلمة وبعدها إلى مائدة محبة.